أحبائي لأجل يوم جديد بإحسان جديد لكل شعب الرب في كل مكان، وخاصة في مثل هذا اليوم بنقدم تهانينا بعيد القيامة لكل الكنائس المحتفلة بهذا اليوم وبهذه الذكرى المباركة التي فيها نذكر دائما قيامة يسوع المسيح من الأموات. خلينا بهذه المناسبة نقف و نقرأ هذه الأعداد الأربعة مع بعضينا التي جاءت في رسالة بولس الرسول إلى أهل كلوسي الأصحاح الثالث. أربع أعداد خلينا نقرأهم مع بعضينا في هذه المناسبة الحلوة. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. أمين أمين. خلينا نسكن قلوبنا ونرفع قلوبنا للرب، قل يا رب احنا جايين النهاردة واثقين أنك موجود في وسطنا، لأنك حي حي، قمت غالبا منتصرا كاسرا شوكة الموت، وأقمتنا معك من قبور خطايانا. له كل المجد أحبائي، أقامنا معه كما قال الرسول وأجلسنا معه في السماوات. فصلي في قلبك يا رب النهاردة أنا جاي وبفرح لأنك أنت حي وأنا حي أيضا فيك، زي ما بيقول المرنم يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، هذا نشيد غلبتي وهذا نشيد نصرتي. يا رب بنشكرك بنعظمك بنباركك لأجل هذه المناسبة المباركة، ولأجل نذكر دائما في كل يوم أحد يا رب نذكر هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج به. لكل الشكر يا رب، جايين النهاردة واثقين أنك موجود فيما بيننا، واثقين أنك على استعداد أن تباركنا، لكن خلي قلوبنا مفتوحة ليك يا رب النهاردة، وخلي حياتنا تكون مستترة فيك أنت، وتكون أنت تظهر في حياتنا. بارك اجتماعنا يا رب ببدايته لنهايته، كل ترنيمة نرنمها، كل كلمة نسمعها، عبدك من تستخدم الكل يا رب، فرصة المائدة، بارك الكل لمجد اسمك وامتداد ملكوتك، في اسم المسيح نصلي ولكل الحمد. آمين. آمين. تعالوا كده في وقت عبادتنا النهاردة نكون بنبتدي بترنيمة بتقول كده، أفراح بدل اليأس، تسبيح بدل النواح، ألبسني ثياب الخلاص، أرفعوا يدي عليا لله. تعالوا نتعبد للرب النهاردة في الترنيمة. Yeah.
سكبت النعمة على شفتيك يا سيد. مبارك اسمك يا رب، لأني لما نظرت لينا نظرت لينا واستمنى كان زمان الحب فأحببتنا. أنت أبرع جمال. أشكرك. الحب العجيب تجلت في الصليب.
نقف واحنا بنعلن ان الاب فاضي. تعالوا نقف واحنا بنشهد ان الاله الحي هيفضل حي للابد. امين يا كنيسه يا منتصره. تعلي صوتك في الترنيمه اللي جايه وتقولي الهي حي والاب فاضي مش حاجه. امين. لما شعب المسيح يرن، لما شعب المسيح يرن لاسم يسوع العظيم، السماء ترفع ببنها. وتشاركنا في الترانيم. احنا القيامة مش بس زي ما كانت بتقول الترانيمة اللي جاية، مش بس اسبوع في السنة ولا يوم في السنة بنحتفل بيها، لكن احنا بنحتفل بالقيامة كل يوم، لانه متنا معاه واقامنا معاه. تعالوا لما شعب المسيح يرن، تعالوا نرنم مع بعض. Oh,
أغنينا بالصبي هنلف انت وقف البلاد ربنا الحبيب ينهد انت وقف عايد أغنينا بالصبي هنلف انت وقف البلاد ربنا الحبيب لما شعب المسيح يرنم باسم يسوع العظيم السماء تبقى والسجين واللي مقصور من سنين والمقيد والسجين واللي مقصور من سنين يمتلئ من الفخ حالا حر من كل القيود يمتلئ من الفخ لما شعب المسيح يرنم باسم يسوع العظيم السماء ترفع بدمها وتشاركنا في الترانيم وكل روح بتنتسيح
Can we have all the Sunday school heroes come to the front? We want you guys to know, can you guys turn to look at me? We want you guys to know that we absolutely love you guys. And we are so happy that you are with us and that you're here in church. Does anybody know what today is? Egyptian Easter or the Orthodox Easter. So we celebrate Easter two times because there are different calendars. But you know what the truth is? We should celebrate Easter how many times? Should every day, not just once a year. Every day we celebrate that Jesus rose. Can I pray for you guys? Amen. All right. لو نقدر نمد ايدينا ونصلي لعيالنا. Father God, we thank you so much for our children. We thank you that they are a gift from you. Lord, we entrust them in your hands, Father, and we ask that they would know, Lord, your cross, your saving work on the cross, and your resurrection, Father, from a very young age, Father, that you would plant your word in their hearts. Father, we pray for any chains, Father, that are already in their lives, Ya Rabbi. We pray that they would break in the name of Jesus, because like we sang, Father, if your presence is here, there is no room for Satan to do his work, Father. We pray for protection over them from the things that they see in school, from the things that they hear from their friends, Father, that you would cover them with the blood of Jesus, that they are your kids, Father, and that they would be protected in you. I pray that you would become so big in their eyes, Father, that the things of the world would become very, very dim, and that they would not have any desire for it, Father, but that the desire for you would be stronger than anything. Ya Rab, we entrust them in your hands. We ask for your wisdom, for your guidance as we raise them. They are yours. We give them back to you. In Jesus' name we pray. Amen. You guys are dismissed to your classes. في اللغة العربية العامية لما بنيجي نقول لحد أنا بحبك أوي 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 نقول له أنا بحبك موت. ليه؟ علشان الموت قوي، وده كتابي، لأن في العهد القديم كانت المحبة قوية كالموت، مش بس عشان يسوع جه ومات عشاننا وأنا هضحي عشانك، بس أنا عشان أوصله أن أنا بحبه قوي
اقول له انا ممكن اموت عشانك. لا مش بس كده، انا بحبك موت، انا بحبك قوي. علشان كده لما يسوع جه ومات عشاننا كان حدث كبير قوي. بس في العهد الجديد لما جينا نتكلم عن، لما جم يتكلموا عن المحبة قالوا المحبة لا تسقط أبدا. ولما جم يشبهوا القوة قالوا بقوة قيامة يسوع المسيح. عايز أشارككم النهاردة وأقول لكم أن الموت مش أقوى حاجة في الدنيا، لأن يسوع لما جه وغلب الموت وكسر سهام العدو كانت قيامته أقوى من الموت. تعالوا نحتفل النهاردة ونرنم مع يسوع. قوموا معانا تعالوا نقول كسرت سهام العدو عظمت الانتصار. الشيطان بصلب يسوع المسيح ان هو كده انتصر، لكن بولس الرسول في كورنثوس 15 بيقول كده بالقيامه ابتلع الموت الى غلبه انتصار. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاويه؟ اما شوكه الموت فهي الخطيه، وقوه الخطيه هي الناموس. علشان كده اللي في نظر اعدائه كانه مهزوم ومغلوب، لا ده هو المنتصر الذي قام.
تعالوا نختم مع بعض فترة التسبيح بالترنيمة دي. المسيح قام. سلم على اللي جنبك قول المسيح قام. بالحقيقة قام. نشكر رب في كل يوم أحد أحبائي بنحتفل وبنفرح بيسوع المقام، ومش مقام بس من القبر لكن أيضا قايم في حياتنا وإحنا قايمين معاه. نشكر الرب. نشكر رب أحبائي لأجل حضوره الواضح في وسطنا ومن أجل فرصة الترنيم والتسبيح. أيضا مسرورين أيضا في هذه المناسبة وفي هذا اليوم يكون معنا الفاضل الأخ ثروت فهمي، مش غريب علينا، كان معنا قبل كده. خلينا نصلي من أجله لنستمع كلمة الرب على فمه في هذا الصباح. تفضل.
كل سنة طيبين. أستهل كلامي في هذه المناسبة السعيدة وإحنا بنحتفل بقيامة رب المجد من بين الأموات اللي أسلم من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا، بل قام ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. النهاردة عندنا الاحتفال بهذه المناسبة، وعندنا كمان أيضا ميدة الرب بعد الاجتماع، وعندنا أيضا إذاعة الخدمة دي من خلال قناة الكرمة، واللي فرصة أوجه لهم التحية اللي من قبلهم قد أذيعت كلمة الله في كل العالم. جناب الأسيس وصاني، قال لي الخدمة نص ساعة، قلت له كده أنا هأرطفها، قلت له طب إيه رأيك أنا أرطفها وأنت تخرطها؟ قال لي أقول لك أرطفها وخرطها. قلت له طب هسيب لك الطشة، الطشة في الآخر الحياة يعني، وبعدها تتناولوها أنتوا بالهنا والشفاء، يعني ما حدش قال أمين. طيب جي النهاردة نشكر الله زودني 50% من وقت الخدمة، فبدل ما هي نص ساعة بقت ساعة إلا ربع. أصلي إن ألتزم بالمعاد. لو كتابك معاك هنقرأ مع بعض نص أعتقد إنه مشهور ومعروف لجميعنا، إنجيل يوحنا أصحاح 3، هنقرأ من عدد 1 لعدد 21. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس اليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إلا ما يكون الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب، كذا كل من ولد من الروح. أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا. الحق الحق أقول لك، أننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدين، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله إنها بالله معمولة. يبارك الرب لنا قراءة هذه الأقوال. دعونا مرة أخرى نطلب الرب ما دام يوجد، ندعوه وهو قريب.
بس وانت بتصلي يجب ان الذي ياتي الى الله يؤمن بانه موجود وانه يجازي الذين يطلبونه. غمض عينك واسكب قلبك معايا. ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع. ساعدنا ليكن عندنا شكر. بنخدم جلالك خدمة مرضية بكل خشوع وتقوى. في اسم ربنا يسوع المسيح ولك كل المجد. آمين. لعل جميعنا قد لاحظنا من خلال النص الكتابي اللي قرأ على ما سمعنا، أي من إنجيل يوحنا أصحاح 3 من بداءة الإصحاح حتى نهاية العدد 21، إنه بيكلمنا عن اختبارين، وإن كان كل منهما متميز إلا إن الاثنين متحدين أشبه بالعملة ذات الوجهين لا أستطيع أن أفصل وجه عن الآخر. الاختبار الأول هو الولادة الجديدة أو الخليقة الجديدة أو الولادة من فوق، وده بيتكلم عنه من عدد 1 لعدد 13. الاختبار الثاني هو اختبار الخلاص، وده بيتكلم عنه من عدد 14 حتى نهاية العدد 21. مرات كتير يا أحبة وخدام أكتر بيخلطوا ما بين الاختبارين، لكن لابد أن نفرق من حيث التعليم الكتابي بين كل منهما. اسمح لي أقول لك الفرق بين الاختبارين على وجه السرعة، وهنركز على آية واحدة خاصة بهذه المناسبة اللي احنا بنحتفل بيها. الولادة من فوق الفاعل فيها الروح القدس، لكن الخلاص الفاعل فيها ابن الله. الفرق الثاني، الولادة الوسيلة فيها الكلمة، لأنه شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه، لكن الخلاص الفاعل في دم يسوع المسيح ابنه اللي بيطهرنا من كل خطية. الفرق الثالث إن الولادة من فوق بيتم مرة واحدة، لكن الخلاص بيتم على 3 مراحل: خلاص في الماضي، خلاص في الحاضر، خلاص في المستقبل. خلاص في الماضي ده نعتبر نولنا، وخلاص في الحاضر ده بنحياه، وخلاص في المستقبل ده بنترجاه. خلاص في الماضي نولناه بموته، خلاص في الحاضر بنحياه بقيامته، وخلاص في المستقبل بنترجاه بمجيئه. خلاص في الماضي نولناه بموته من دينونة الخطية، وخلاص في الحاضر بنحياه بقيامته من سلطان الخطية، وخلاص في المستقبل بنترجاه بمجيئه من جسد الخطية. إذن الولادة بتتم مرة واحدة فقط، لكن الخلاص 3 مراحل. الفرق الرابع، في الولادة بتتم فيه، لكن الخلاص تم بالنيابة عني على عود الصليب. لكن من وجه خامس، الولادة بتعقب الخلاص، لكن الخلاص بيسبق الولادة. الخلاص تم من قرابة 2000 سنة تقريباً على رابية الجثة، وإن كان دم المسيح معروف أزلاً، إلا أن الولادة لو واحد قبل الرب دلوقتي ومخلط الشخص لحياته يبقى بيتولد دلوقتي. فالولادة بتعقب الخلاص، لكن الخلاص يسبق الولادة، ده من حيث الزمن. لكن فرق آخر، الولادة الاستراتيجية فيها اتحدنا إحنا مع المسيح، لكن الخلاص الاستراتيجية فيها اتحاد المسيح بينا. لكن آخر حاجة المسمى، الولادة ده الحل الأدبي لتمتعنا برحمة الرب، لكن في الخلاص ده الحل القانوني لإفاء العدل الإلهي حقه. فمهم جدا 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 تكون بتتمتع بالاثنين. تقول لي أنا اتخلصت،
اثبت، برهن، دلل، وثق، وريني، أي من خلال التمتع بالولادة التانية. الآية اللي على قلبي أشارك معاكم فيها في هذه المناسبة تقع في الجزء الثاني من الإصحاح اللي قرأ على ما سمعنا، أي في الجانب الخلاصي في يوحنا 3، والآية الأشهر والمعروفة لجميعنا اللي لم يكن حفظناها منذ نعومة أظافرنا، يوحنا 3:16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وإنجاز لينا إن إحنا نضع عنوان لأي تأملنا في هذه الفرصة ممكن تحت مسمى الإنجيل في آية. ومن دواعي الأمانة أقول ده مش عنواني، في مكتبة كتاب بهذا المسمى، وده من سلسلة الكتاب السنوي إصدارات لجنة خلاص النفوس للنشر. وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب الإنجيل في آية. عندنا بعض الشواهد الكتابية أقل من صوابع الإيد يمكن أن تندرج تحت نفس المسمى الإنجيل في آية، مثل صادق هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أيضا أنا، أيضا قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في هذا العالم الحاضر الشرير، منتظرين الرجاء المبارك وظهور رب المجد له كل المجد اللي صار قريب على الأبواب. من ضمن الآيات الكتابية القليلة على صفحات عصمة الوحي التي يمكن أن تكون تحت نفس المسمى نفس العنوان الإنجيل في آية، الآية الأشهر يوحنا 3:16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وأعتقد أن احنا أو الغالبية فينا إن لم يكن جميعنا حافظين الآية دي. كم واحد حافظها؟ تشكر الله، تقريبا الكل. وأنا بعول على حفظكم ليها، وإحنا هنقرطف منها 7 ورقات، مش هنطول عليكم، هم 7 بس. نمرة 1: أعظم محبة. استحضر الآية في ذهنك وإحنا بنقسم الآية مع بعض دلوقتي. نمرة 1: أعظم محبة، هكذا أحب. من أعظم محب؟ الله. لأعظم دايرة العالم، بأعظم تضحية حتى بذل ابنه الوحيد، لأعظم نجاة لكي لا يهلك، لا بأعظم نتيجة تكون له الحياة الأبدية. تقول لي لا أنت نطيت كلمة، لا أنا متعمد أنطها علشان نخليها للآخر، نختم بيها بأبسط طريقة: كل من يؤمن به. تيجي الرجع للتقسيمة دي مرة تانية، أنت حافظها بس خلي بالك وأنا بقسمها، استحضر الشاهد أو الكلمة في الشاهد الخاصة بالعنوان اللي هقوله لك. نمرة 1: أعظم محبة، هكذا أحب. من أعظم محب؟ الله. لأعظم دايرة العالم، بأعظم تضحية حتى بذل ابنه الوحيد، لأعظم نجاة لكي لا يهلك، لأعظم نتيجة بل تكون له الحياة الأبدية، بس بأبسط طريقة: كل من يؤمن به. متابع معايا؟ أمين. نمرة 1: أعظم محبة، هكذا أحب. في مكتبة كتاب اسمه لغات المحبة الخمسة. إيه هي لغات المحبة الخمسة دي اللي بيسجلها الكاتب على صفحات كتابه؟ النمرة 1: الكلام المشجع. نمرة 2: تكريس وقت. نمرة 3: تبادل هدايا. نمرة 4:
تقديم خدمات. ونمرة خمسة، تلامس جسدي، سواء بسلام حار، بابتسامة، بطبطبة، بهج. وإن كان ذلك كذلك، إلا أن محبة الرب لا تقارن بكل هذا. اسمح لي أذكر لك بعض مظاهر محبة الله. نمرة واحد، في رومية خمسة الله بيّن محبته لنا إزاي؟ لأنه ونحن بعض خطاة مات المسيح من أجلنا. اثنين، قيامته من بين الأموات وقيامتنا نحن معه أو فيه. في أفسس إصحاح 2 بولس بيذكر أولاده في كنيسة أفسس بحالتهم قبل الإيمان، فبيقول لهم: وأنتم أسكنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، كيف كانوا مستعبدين لأعداء 3 التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، وده العدو الأول، العالم المنتهي، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، وده هنا الشيطان المشتكي، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار. هو ده الجسد المشتهي. المحصلة، كنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. طب الحل، يقول لك الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. أعظم محبة، نمرة واحد بموته، نمرة اثنين بقيامته من بين الأموات، نمرة ثلاثة بالبنوية لجلاله. يوحنا في رسالته الأولى يقول لنا: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. نمرة أربعة، اختياره لنا، في ملاخي 1:2 يقول: أحببتكم قال الرب. شوف بجاحة الإنسان يرد على الرب ويقول له إيه؟ فين ده؟ بما أحببتنا؟ وفي طولة باله، في سعة صدره، في سمو محبته، يقول: أليس يعقوب ولاوي أخوان؟ نعم. مش الاثنين توأم؟ آه. هو الاثنين في بطن واحدة؟ آه. من أب وأم واحد؟ آه. أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. ده هنا بيكلم عن الاختيار يا أحبة. علم الله الآب السابق زائد إرادة الإنسان عاجزة أو قادرة بتساوي الاختيار. للذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. أعظم محبة، نمرة واحد بموته، نمرة اثنين بقيامته، نمرة ثلاثة بالبنوية لجلاله، نمرة أربعة باختياره لينا يا أحبة، نمرة خمسة باستمرارية وديمومة رحمته. أرميا يقول لنا: ترى لي الرب من بعيد. وراء لك إيه أرميا؟ قال: ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. ديمومة الرحمة يا أحب. عنا أرميا 3 أنواع من الألم، والكلام ده نقرأ عنه في مراسي أرميا أصحاح 3: ألم جسدي، ألم نفسي، ألم روح، باختصار شديد وبسرعة. ألم جسدي، الجرش بالحصى أسناني، كبسني بالرماد. ألم نفسي، الذكر تذكر نفسي وتنحني في. ألم روحي، هكذا تصور الله، صار لي دب كامل أسد في مخابئ. أيضا حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي. طب خرج إزاي من أزمة المثلثة دي؟ قال: أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو. من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح. أحبائي، مع كل إشراقة شمس يوم جديد بتطل علينا رحمة جديدة من قبل الرب. في ناس نامت ما قامتش، في ناس قامت ما نامتش. أشكر الرب معي لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. أعظم محبة، نعم يا أحبة،
في مظهر آخر من مظاهر محبة الرب لينا، التأديب. من يمنع عصاي يمقت ابنه، من أحبه يطلب له التأديب. لكن في مظهر أخير علشان ما طولش عليكم، روعة عظمة الانتصار. شو بولس في آخر رومية 8 يقول لنا إيه؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ أنا لا أعتقد أن فينا حد عانى بواحدة من هذه الشدائد السبعة، لكن بولس الرسول كان بيعاني من السبعة. طب يا بولس، هو الرب زعلان منك؟ الحاشا. أمال موقفك من العوائق السبعة دي إيه؟ قال أصلا أنا لما هروح السماء هتمتع بكل العطايا اللي هي ما خلق امتياز واحد، اللي هو قال الانتصار. لأن الغلبة هنا والانتصار هنا، لكن تتويج الانتصار هيكون في السماء. عشان كده نلاقيه في آخر الإصحاح يقول لنا لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بمين يا أحبه؟ بالذي أحبنا بعد هتف. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. أعظم محبة، هكذا أحب. أصلي من كل قلبي أن كل منا يدوقها، لأن محبة المسيح تحصرنا. أعظم محبة، ارجع بقى معايا للآية نكمل. من أعظم محب، ده مين اللي حب؟ هكذا أحب الله. لك أن تتخيل محبة الله على قد اتساعه. طب والله دي قد إيه؟ الكتاب يقول إلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ هو أعلى من السماوات، ماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاوية، ماذا تدري؟ أطول من الأرض طوله وأعرض من البحر. الله يا جماعة واسع جدا جدا، لا يحد. عشان كده بولس هتف قال يانا عمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. من كان له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن بينه وله كل الأشياء، له كل المجد. فالله في اتساعه لا يحد، محبته على قده لا تحد. الله في منتهى القوة. خلينا أقول لك أن قوة الله كانت تتجلى في العهد القديم لقبل قيامة الرب من بين الأموات من خلال الخليقة. فأشعياء يقول لنا إيه؟ ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جنده يدعو كلها بأسماء. لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى أنهم غير المؤمنين بلا عذر. والكتاب بيقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يزيع كلاما وليل إلى ليل يبدع علما. وفي الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الأول وفي بداية هذا الإصحاح الرسول يقول لنا الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارسا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. فكانت أعظم قوة معروفة لجنسنا البشري في العهد القديم لحد قبل قيامة الرب من بين الأموات هي قوة الخلق. لكن
بعد ما ربنا لها كل المجد قام من بين الأموات، بقت أعظم قوة في الكون كله هي قوة القيامة. واحد يقول لي ليه؟ المهم نكمل الآية الجميلة دي. يقول الكتاب بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منه. وشوف رسالة أفسس بيقول لنا إيه عن قوة الرب له كل المجد في القيامة. كان بولس الرسول بيصلوا من أجل المؤمنين هناك لكي يعطيهم روح الحكمة والإعلان في معرفته، فبيقول لهم مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ثلاث حاجات: ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، واسمع الثالثة، وما هي عظمة قدراته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. ده ظهر فين العمل ده؟ عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح يسوع إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات. ليه قوة القيامة أعظم قوة في الكون كله؟ الرب لما هو كل المجد لما جه يخلق الخليقة كلها ما كانش حد معاه. في البدء خلق الله السماوات والأرض، قال فكان، أمر فصار. من يقول فيكون والرب لم يأمر؟ فلما جه يخلق الخليقة ما كانش حد معاه، كان لوحده، هو الآب والابن والروح القدس. لكن لما جه يقوم من الأموات، وركز معايا، في سبع أعداء كانوا كمنينه على القبر ليحولوا وقيامته من بين الأموات. إيه الأعداء السبعة دي؟ عدهم كده معايا، نهاية أفسس واحد وبداية أفسس اثنين. أول عدو يقول لك فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا. ده أول العوائق أو الموانع اللي بتحول وقيامة ربنا من بين الأموات. نمرة اثنين، وأنتم إذ كنتم أمواتا، الموت زي ما كنا الإخوة كانوا بيشاركوا، الموت في منتهى القوة يا أحب، في منتهى العنفوان، حتى إن الكتاب قال لنا في سفر نشيد الأنشاد إن المحبة قوية، بيشبه قوة المحبة هنا بإيه؟ قوية كالموت، فالموت له قوة. فده العائق الثاني اللي كان ممكن يحول وقيامة ربنا يسوع المسيح من بين الأموات. ثلاثة، الذنوب والخطايا دي لها قوة. فاكرين قايين قال إيه لما طرد من وجه الرب؟ قال له ذنبي أعظم من أن يحتمل. والمرنم يقول للرب أثام قد قويت علي، الذنوب والخطايا دي لها قوة. أربعة، يقول الكتاب التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم. العالم، وعلى فكرة العالم مش مجرد شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة فقط، ده العالم ده يحب روح. يقول عنه بولس في كورنثوس الأولى الإصحاح الأول: نحن لم نأخذ روح العالم، ده روح طاغي جبار مسيطر. وده العائق أو المانع الخامس. الرابع، حسب رئيس سلطان الهوى الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، ده الكوماندا الكبير بتاعهم بقى، ده رئيس الشياطين. لكن العائق السادس، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، طبيعة العتيقة. والحقيقة كنت أحب أتكلم بالتفاصيل عن كل الأعداء دول، لكن الطبيعة دي شبهها الكتاب بوحش مفترس. فيقول لنا ايه في سفر ايوب لما بيشبه الطبيعه العتيقه بنوع من الثيران اللي هي الثيران الوحشيه، فيقول لنا: ايرضى الثور الوحش ان يخدمك؟
خلي بالك من الثمان أسئلة دول. أيرضى السور الوحش أن يخدمك؟ اثنين. أم يبيت عند معلفك؟ ثلاثة. أتربط السور الوحش برباطه في التلم؟ أربعة. أم يمهد الأودية وراءك؟ خمسة. أتثق به لأن قوته عظيمة؟ ستة. أو تترك له تعبك؟ سبعة. أتأتمنه أنه يأتي بزرعك؟ ثمانية. ويجمع إلى بيدرك؟ ده الطور، الطور الوحش رمز للطبيعة العتيقة، عاملين مشيئات الجسد والأفكار. لكن بعد كده كنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا، الدينونة. فالسبعة اجتمعوا على الرب له كل المجد علشان يحولوا وقيامته من بين الأموات. كان في أخ قال آية: أسلم من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا. فلو ما أمش من بين الأموات كان الأعداء السبع دول هيتمكنوا مننا، وما كانش لينا خلاص، ما كانش لينا قيامة إلا إن يسوع قام ناقضا أوجاع الموت. أسلم من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا. أعظم محبة من أعظم محب، هكذا أحب الله. تشكرش الرب معايا اللي حبك وحقق كل الانتصار ده علشانك؟ خد نمرة ثلاثة: هكذا أحب الله العالم لأعظم دايرة. كلمة العالم في الكتاب جت بثلاث معاني: نمرة واحد الأرض، نمرة اثنين قوانين الأرض، نمرة ثلاثة سكان الأرض. عشان مش أي كلمة عالم تقابلك في الكتاب يبقى لها معنى واحد، لا، دي لها ثلاث معاني. نمرة واحد الأرض، يقول كان في العالم وكون العالم به. وبولس يقول بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. لما يقول العالم بس يقصد به الكرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها، لكن لما يقول العالمين يقصد الكون كله، المنظور وغير المنظور. فالمعنى الأول لكلمة العالم الأرض. في معنى تاني لكلمة العالم، لما الكتاب بيقول لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، هل معنى كده أن الرب مش عاوزنا نحب الأرض؟ لا، ده مرة من المرات قال: أطلبوا سلامة المدينة اللي سبيتكم إليها وصلوا لأجلها لأنه بسلامة يكون لكم سلام. لكن المعنى الثاني لكلمة الأرض نظام قائم معادي لله، له رئيس اسمه رئيس هذا العالم، يأتي وليس له فيه شيء، ونشاطه مثلث بشهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. إذن المعنى الثاني لكلمة العالم نظام قائم معادي لله، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، ده ضد لروح الله على طول. أما المعنى الثالث لكلمة العالم فيقصد بيها سكان الأرض. الآية موضوع تأملنا، لأنه هكذا أحب الله العالم من كل جنس، من كل لون، من كل عمر، في كل مكان. صادق هي الكلمة ومستحق كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. وقد ظهرت نعمة الله المخلصة لكم واحد؟ لجميع الناس. نعم يا أحبة، أعظم محبة من أعظم محب لأعظم دايرة، للصغير والكبير، للمتعلم وللجاهل، للقوي وللضعيف، للقريب وللبعيد. ما دمت أنت واحد من ضمن هذا العالم فبتتجه إليك محبة الرب له كل المجد. لما خرج لوط من الفلك كان عنده ولاد الثلاثة حام وسام ويافث، بعد ما العالم كله غرق بالطوفان
الرب بدأ العالم بالثلاثة دول، سام وحام ويافس. من سام خرجت آسيا، من يافس خرجت أوروبا، من حام خرجت أفريقيا. الأمريكتين وأستراليا دي قارات مستحدثة، خلي بالك بقى معايا. فأعمال الرسل لما في نهاية إنجيل متى الرب أرسل تلاميذه قال لهم إيه؟ اذهبوا لفين؟ إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. طب كيف تمت يا رب تحقيق الإرسالية العظمى دي؟ بص بقى معايا في أعمال 8:9-10. أعمال 8 يخلص واحد، وأعمال 9 يخلص واحد، وأعمال 10 يخلص واحد. فأعمال 8 يخلص الخص الحبشي من قارة أفريقيا، أعمال 9 يخلص واحد، شاول الترسوسي من قارة آسيا، وأعمال 10 يخلص واحد، كيرنيليوس من قارة أوروبا. وكده بتتحقق الإرسالية العظمى إلى العالم أجمع. أنت واحد من ضمن العالم، إذن ليك أن تتمتع بخلاص الرب له كل المجد. أعظم محبة هكذا أحب. من أعظم محب الله لأعظم دايرة العالم، بأعظم تضحية حتى بذل ابنه الوحيد. وبهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه من أجلنا. ربما افتح معايا كده لو كتابك معاك أو حد يحطهن على الشاشة، رسالة رومية أصحاح 5. الرسول بيكلمنا في هذا النص رومية 5 عن 6 فئات. فئتين منهم ممكن نبصلهم نظرة إيجابية. نمرة 1 الصالح، معرفش هو موجود على الشاشة ولا أيوة، بس انزل تحت تقدم معايا قدام شوية، مهم قوي إن احنا نبص على الآيات دي. يقول الكتاب في واحد بار وفي واحد صالح، شوف يقول عنهم الرسول إيه؟ فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ده أول فئة. ربما لأجل الصالح، دي الفئة الثانية، يكثر أحد أن يموت. دول فئتين بس نادر إنك تلاقي من الفئتين دول دلوقت. لكن عندنا 4 فئات تانية بيشكلوا السواد الأعظم من العالم، اللي هم نمرة 1 الضعفاء في عدد 6، وفي نفس العدد الفجار، وفي عدد 8 الخطاط، وفي عدد 10 الأعداء. اسمع الآيات، لأن المسيح اسكننا بعد ضعفاء، مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكثر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعض خطاط مات المسيح لأجلنا، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. ربما من المحتمل ولو إنه من النادر، لو فينا حد بار أو حد صالح ممكن نلاقي حد يضحي علشانه، لكن الضعيف والفاجر والخاطي والعدو، مين فينا عنده استعداد يضحي من أجل واحد من هذه الفئات الأربع السلبية من أردى أنواع جنسنا البشري؟ لكن الكتاب يقول الرب عملها، الرب عملها. أعظم محبة من أعظم محب لأعظم دايرة بأعظم تضحية حتى بذل ابنه الوحيد. لمين؟ الله بيّن محبته لنا.
لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. اوعى تستكثر شرك على خلاص الرب، اوعى تستعظم ذنوبك على مفاعيل دم المسيح، لكن يقول الكتاب ودم يسوع المسيح ابنه يطهرك من كم خطية؟ من كل خطية. نكمل. أعظم محبة، أنا براجع عشان ما ننساش، ويريتك تراجع معايا وانت حافظها كده في ذهنك. أعظم محبة هكذا أحب، من أعظم محب الله، لا أعظم دايرة العالم، بأعظم تضحية حتى بذله ابنه الوحيد لكي لا يهلك. أعظم نجاة، أعظم نجاة. أحب أقولك إن جهنم ما فيهاش مية، جهنم ما فيهاش نور، جهنم ما فيهاش نوم، جهنم هجيب لك نص كتابي مش من جهنم، من مكان أخف من جهنم شوية عشان تقدر معايا عظمة النجاة اللي قدمها لنا الرب. عارفين قصة الغني والعذر؟ على فكرة ده مش مثل، ده حقيقة، ده واقع استحضره الرب من الأبدية عشان يحذرنا. إنسان غني يلبس الأرجون والبز، طرع عند بابه مسكين اسمه العذر مضروبا بالقروح يشتهي الفتاة الساقط من مائدة الغني، كانت الكلاب تأتي وتلحظ قروحه. مات العذر وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن، فرفع عيني وهو في الهاوية فرأى العذر من فرأى إبراهيم من بعيد والعذر في حضنه، نادى وقال يا أبي إبراهيم ارسل العذر ليبل طرف أصبعه بماء وآت ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب، مش في النار، لا في اللهيب. أحد الشراح قال لك الهاوية دي لهيب النار مش النار، فقال لك الهاوية ده الصهل الخارج من جهنم، فكان بالحري بقى الجحيم نفسه. فبقوله يبل إصبعه بس ويأتي ويبرد لساني لأني محزف في هذا الهيب. قال له يا ابني أذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لحظر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. فوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، حتى أن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتزون إلينا. خلي بالك الرجل ده صرخ وقال لي إيه؟ قال يا أبي إبراهيم ارحمني، هي طلبة صح بس بيتسألها مش من الشخص الغلط. هي طلبة صح لكن بيطلبها في الوقت الغلط، هي طلبة صح كان بيطلبها في المكان الغلط بعد فوات الأوان. مرة قريت حبوا يعملوا تجربة على تأثير عدم الموت على الإنسان، فجابوا 10 أشخاص محكوم عليهم طبيعي فاستخدموهم زي فران التجارب كده،
وحقنهم بمادة ما تنيمش. فضلوا صحيين لمدة 10 أيام. من بعد 10 أيام حبوا يشوفوا النتيجة. واحد يتجنن كل شوية عمال يخبط دماغه في الحيط. واحد تاني كان بياكل في جسده. واحد تالت خنق اللي جنبه. واحد رابع جات له هستيريا لعدم النوم. الكحيم ما فيش نوم. لكي لا يهلك أعظم نجاة الرب صنعها لك بموت على عود الصليب. اوعى الفرصة تضيع منك عزيزي المشاهد اللي انت بتتابعنا من خلال شاشة قنوات الكرمة. أعظم نجاة الرب بيقدمها لك. في أخت كانت عايزة تعمل عملية في ظهرها وخايفة تعملها. أثناء الاستشارات الطبية المتنوعة الدكتور قال لها لازم تعمل عملية وما تأجليش أكتر من كده. هيجي وقت لما الألم أو المرض يستفحل تيجي تعمل العملية ما ينفعش تتعمل. قلت يا إلهي يا أحب الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون والذين يحزنون كأنهم لا يحزنون والذين يشترون كأنهم لا يملكون والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه لأن هيئة هذا العالم تزول. فرصتك فرصتك. أوعى تلعب بعدد عمرك. مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. أعظم نجاة لكي لا يهلك. مش عاوزك تهلك. في إنجيل يوحنا أصحاح 17 صلاة الرب الشفاعية للأب عن جموع المؤمنين بصفة عامة بيقول للأب حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك. الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك اللي هو مين؟ يهوذا الإسخريوطي. ده ابن الهلاك. ده مش معنى الكتاب يقول لك هو لأهلك نفسه أحب اللعنة فأتته ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه. في حين أن ابن الإنسان اللي بينه وبين يهوذا الإسخريوطي في اللحظات الأخيرة قبيل الصليب بينه وبين السيد كم سنتيمتر؟ راح بعسيده بعسيده في حين إن هو كان جاي علشانه وعن الباقيين. حتى إنه قال جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. أعظم نجاة أعظم نجاة. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لك جهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الله. الخطوة السادسة أعظم نتيجة. ده لو اكتفى بأعظم نجاة يبقى كتر خيره. لكن قال لنا إيه؟ بل تكون له
الحياة الأبدية. إيه هي الحياة الأبدية يا جماعة؟ آخر آية في رسالة يوحنا الأولى يقول لك هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. هنا بيقدم إعلان مزدوج عن الرب يسوع باعتباره الإله الحق، نمرة اثنين الحياة الأبدية. إذن حسب هذا الشاهد الحياة الأبدية ده شخص، شخص الرب له كل المجد. والرب أكد هذا الحق أكثر من مرة في أكثر من موضع. ففي يوحنا 17 هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وأكد أكثر من مرة لما قال أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو خبز الحياة. إذن الحياة الأبدية ده شخص، شخص الرب له كل المجد. لما شخص الحياة الأبدية بيدينا ذاته، أصبح هو العطي والعطية في نفس الوقت. تخيل، خلينا أكد ليك على حقيقة، الملائكة لها أبدية والشياطين لهم أبدية والبشر لهم أبدية، كل هؤلاء ما لهمش حياة أبدية. مين اللي يقول عنه الكتاب فيه كانت الحياة؟ إن هو الحياة الأبدية، وراح مدينا إحنا حياته، إدانا الحياة الأبدية. الشياطين لهم أبدية في جهنم، الملائكة لهم أبدية في السماء. ده دي الأبدية هنا بمعنى الديمومة أو الخلود، لكن مش الحياة الأبدية. تخيل حياته الأبدية بيديها لك أنت، بيديها لك أنت، بل تكون له الحياة الأبدية. تشكرش الرب معايا؟ شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. علشان كده بولس يقول لك ايه؟ أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله عطيته نعمته منته معروفه إحسانه هبته، أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع، مش بالاستقلال عنه، لأن فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. آخر ملحوظة، متابع معايا؟ أعظم محبة هكذا أحب، من أعظم محب الله لأعظم دايرة العالم بأعظم تضحية حتى بذل ابنه الوحيد. أعظم نجاة لكي لا يهلك. أعظم نتيجة تكون له الحياة الأبدية وأبسط طريقة. تاخد الحياة الأبدية دي إزاي؟ كل من يؤمن به فتحها بأبسط ما يمكن، أسهل مما كنت تتوقع. اسمع الآيتين دول، يوحنا 5 عدد 24 و25، لو حطتهم لنا على الشاشة يبقى كتر خيرك. شوف الرب بيقول ايه، الحق الحق أقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلا دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. اللي بعدها، الحق الحق أقول لكم، إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. تاني عدد 24، الحق الحق أقول لكم،
من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني أخذ الحياة الأبدية. إزاي أسمع وأصدق بالبساطة دي؟ بالبساطة دي هو إحنا لازم نأكلها مرمطة بالبساطة بساقة. أصل ليس الله بإنسان ليكذب ولا بإبن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفي أو يوعد ولا يلتزم؟ حشاه. قال كده: من فمي خرج الصدق كلمة. مبروك عليك لو صدقت. الحق الحق أقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الغني اللي عرضنا عنه في لوقا 16 كان بيقول لأبونا إبراهيم إيه؟ ارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء وياتي يبرد لساني لاني معذب في هذا اللهيب. رد عليه من ضمن ردوده قال له: فوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمه قد اثبتت حتى ان الذين يريدون العبور من هنا اليكم لا يقدرون ولا الذين من هناك يكتزون الينا. ما ينفعش وما نقدرش العبور من هنا، الانتقال من هنا، والفرصة قدامك الآن. من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل انتقل. وتقدر تقول مع الرسول: إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع سالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. تبغت الحياة الأبدية دي إمتى؟ في عدد 24 بيقول لنا ناخدها إزاي؟ أسمع وأصدق. تبغتها إمتى؟ الآن بعد كده. الحق الحق أقول لكم، تأتي ساعة وهي الآن. شوف فرص أو أزمنة التوبة الرب له كل المجد حطها لنا في أربع أزمنة مختلفة. مرة قال عنها الآن، ومرة قال عنها ساعة، ومرة قال عنها يوم، ومرة قال عنها سنة. فالباب مفتوح. مرة قال عنها الآن، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه قام يوما هو في مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا. حتى الإيمان مش منك، نمرة اثنين. الساعة، تأتي ساعة وهي الآن. طب واليوم؟ قال اليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول. طب والسنة؟ قال وأنادي بسنة الرب المقبولة. إذن الفرصة متاحة، أوعى تضيع الفرصة منك، ولا سيما أن الحياة الأبدية اللي كلفته دم قلبه على عود الصليب ما فيش أسهل من نوالها. عشان كده الكتاب يقول لك إيه؟ لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماوات أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهواء أي ليصعد المسيح. ما تقولش إن الخلاص والولادة عالي كعلو السماء لا أستطيع الوصول إلى مداها، ولا هي بعيد عني كعمق الهواء يستحيل علي النزول لمنتهاها. أقرب منها بالنسبة لك ما فيش، أقرب من إحاطة السوار على المعصم. إزاي؟ من خلال الكلمة. كلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. بالبساطة دي، بالبساطة دي،
بالسرعة دي لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. فآمن بالرب يسوع المسيح تخلص أنت وأهل بيتك، لا تخف. آمن فقط، غمض عينك واسكب قلبك.